المغرب 2023 قبل الحضاره الادريسيه الناس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي جريده الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. كنت واجدوا في دوار عين سند كما شفتوا معنا في المباشر اللي سبق. هادو ساكنه ديال دوار عين سند اللي كانوا فاض عليهم الواد هنا في الاول بدايه ديال موسم فصل الشتاء، وكنا جينا وصورنا هنا فيديوهات صادمه ديال الساكنه اللي كتعاني في هذا الدوار. لكن للاسف حتى شي حاجه ما تصلحات هنايا، مازالين كيعانيو نفس المعاناه، مازال الساكنه كيعانيو منها، مازال الواد الحار مازال فيه المشكل، مازال ما كاينش شي حل جذري مثلا باش يرحلوهم من هنا ولا يعطيهم سكن لائق بهم. الناس بسكن رغم لا صافي ماشي مشكل ما تخافيش، يعني رغم الاكراهات اللي كيعيشوها الا انهم مساكن مستقرين في هذا المكان في انتظار حلول جذريه حسب ما قالوا في مباشر اخر. وحنا كنتجولوا هنا في هذا الدوار باش ننقلوا لكم الاجواء كما هي. اللايف اللي سبق شفنا كيفاش كيخبزوا بشكل تضامني، في هذا المباشر هذا غتشوفوا معنا يعني البلاصه اللي كيسكنوا فيها في وسط بن سوده، يعني هادشي راه في وسط بن سوده متابعينا، يعني ماشي في خارج بن سوده ولا شي حاجه، في وسط حي بن سوده هادشي كاين. هذا هو الدوار كيعيشوا في هاد الاجواء هذه، الاقامات السكنيه في الدار ديالهم وفي الجناب ديالهم، وهما كيعيشوا في الجناب ديالها وفي هاد الظروف اللي كتشوفوها معنا بشكل مباشر. هاد الناس مساكن كانوا رحلوهم داوهم لواحد الخيريه، فاش جا داك الفيضان داوهم الخيريه، جلسوا شي اسبوع في الخيريه، ولكن للاسف دوزوا داك الاسبوع في الخيريه ولاو هزوهم من الخيريه وجابوهم لهاد المنازل اللي دابا مستقرين فيها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني ظروف مزريه. انتما تشوفوا معنا يا سيدي. السلام عليكم. لا خليناك ليه، جيت دي الخبزي باش نخبزوا، هي هي الخبز نخبزوا. لا حول ولا قوه الا بالله. هي انتي واسمح لنا عايز سيري تحت سيري مهمتي عندك. شفنا شفناكم كتخبزوا في الفران، دابا ضربنا جوله في الحي، شفنا يعني ظروف مزريه، ماشي شي كيعيشوا ظروف مزريه. البرارك مازال الناس مازال اللي طاح النص ديالهم، اللي طاح النص ديالهم، وكانت شوف عاد وحده معلقه البانيو في السقف، راه هذيك التاليه من اللي هي راه حدا الموتور معلقه البانيو في السقف والسطل في السقف، دخلات هذا الولد هذا دخلته وشاف كل شيء ديك النوبه وبان كل شيء، قلت لها والله الا لا عبرتي كل شيء معلق، يعني لان القطره قدات عليهم معلقينهم في السقف. ملي كينعسوا كتقطر عليهم، اللهم انا ضوع علقوه في السقف، ولدي انا براسو هو لهاد الجهه معلقوه في السقف. حتى هو مسكين. ملي كتجي الشتا كيعلقوا كل شيء، حتى هما كيعلق البانيو كيعلق السطل في السقف، لان ما عندوش فين يحطوا، غيحطوا ما عندوش فين ينعس، لا هو ولا ولاده، وهكا كيديروا كلهم. انتم بعدا شفنا كتعيشوا بشكل تضامني، كتخبزوا لا كنتعاونوا كنتعاونوا كنا مسلمين، لان كنا قلت شي وعارفه شنو عندها هي وشنو عندك انتيا، كنا كيف كيف بحال بحال، هي ما عندهاش وانا ما عنديش بحال بحال، غير مساكن كاملين. شتي لا حول ولا قوه الا بالله. المسؤولين اللي كانوا وعدوكم انهم غادي يصوبوا ويديروا ويفعلوا شنو داروا هذا توفنا هي شتي، كي ولات ملي كتجي الشتا كيدخل علينا نيت، الله إلا كيشرشر لي في القادوس راه فاينا، جا الراجل راه فين عمر هذيك البلاصه، راه غير توفنا صافي. هادشي اللي داروه من تم لهيه كنباتوا في هذه في الخيريه،
واحد السيمانه وحنا في الخيريه، سيروا للخيريه صافي هادشي اللي كاين. ماشي ما نطولوش عليك ديالك، والله الله يعاونكم على التضامن اللي بيناتكم اممتي. كما شفتوا معنا متابعينا هادو الساكنه ديال دوار عين سند وسط بن سوده، يعني هادشي. خويا واخا نشدك نتايا هز ديك العواد ولا لا؟ اه ماشي مشكل. ها انتم غتشوفوا معنا متابعينا، هو واحد من الساكنه كيحطب العواد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني كيحطب العواد باش كيخبزوا بشكل تضامني الساكنه ديال هاد الدوار اللي لازالت المعاناه ديالهم. هادشي راه ماشي في شي مدينه وحده اخرى ولا بعيده على المدينه، هادشي راه في وسط المدينه متابعينا، هادشي راه في وسط المدينه، في وسط بن سوده، في وسط ماشي في بعادين على المدينه ولا في قريه ولا في عروبيه ولا في شي حاجه، في وسط بن سوده. يعني هادشي هذا راه كيحز في الخاطر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى بالنسبه للنشير ديال الحوايج ديالهم، النساء كيخرجوا مساكن كينشروا في الزنقه وكيبقاو حاضين الحويجات ديالهم ملايات ديالهم، لان هذا الشيء هذا ما شاء الله وصافي. مرحبا لالا، مرحبا، بارك الله فيك. السلام عليكم، بخير اخويا، الله يحفظك. حنا في هذا المباشر باش كننقلوا لكم متابعينا الاجواء كما هي لا حول ولا قوة إلا بالله. تحية لكم إلى مباشر آخر إن شاء الله بحول الله.